السلام عليكم في لايف جديد في حال ديما. مرحبا بكم، معكم مريم من مجوهر فاشيل. المحل ديالنا كاين في مدينه 16 وكنديروا التوصيل في المغرب كامل في فابور. فين ما كنتوا البنات كتوصلكم لا كوموند ديالكم، ما عليكم الا تواصلوا معنا على الرقم ديالنا اللي كاين تما بالخضر 06 80 00 47 77، او لا كتخليو لينا ميساج في الميسنجر ديال هاد لاباج اللي دايره منها لايف، او لا كتخليو لينا ميساج في الانستغرام ديالنا. وفين ما ارتحيتوا البنات مرحبا بكم و الف 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 مرحبا بكم. واهم حاجه البنات ما تنساوش تبارطاجيو ليا اللايف، بارطاجيو ليا اللايف غير تبارطاجيو ليا اللايف البنات، البارطاج 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 باش هكا اللايف يطلع وكلشي يستافد. وانا اليوم البنات حسيت براسي كنضرب شويه، ولكن انا ولات خاصني نقوش. انا اليوم البنات جايبه لكم شي سنيسلات زوينين كيتلبسوا ديال ديما، حاولت نجيب لكم شي حاجه اللي استعماليه استعماليه ديال ديما. البنات البارطاج البنات البارطاج البارطاج. المهم نبداو على بركه الله. بديت لكم البنات بهاد السنيسله ديال العوينه اللي كتجي غزاله في اللبسه. شوفوا لي البنات السنيسله كيفاش كتجي، هاد راه جاي عندي البنات. شوفوا لي السنيسله ديال العوينه كيفاش كتجي في اللبسه، كتجي غزاله في اللبسه، شي حاجه اللي زوينه زوينه والله واستعماليه. واللبسه ديالها البنات حلوه والله، والثمن ديالها غير 1100 درهم، 1100 درهم. الا كان العنيق ديالك عامر راه كتاخدي السنيسله اللي زايده عليها شويه في الطول، كتكون زايده عليها ب 50 درهم. هذه العنيق ديالك ضعيف كتاخدي هذه الثمن ديالها غير 1100 درهم. العنيق ديالك عامر كتاخدي السنيسله اللي زايده عليها شويه في الطول كتجي ب 1150 درهم. ولابسه لكم البنات هاد الحلقات الكخيول. سلام ام اولادي، سلام، بغيت نسولك. مرحبا اختي سوليني لا يودي. بالنسبه للحلقات اللي لابسه لكم ديال الكخيول تحت طلب بزاف ديال البنات كيعجبهم حلقات اللي هكا كخيول. عاوتاني كاينين هادو الثمن ديالهم 1500 درهم، كيجيو غزالين في البيصه. وهما هادو عن قرب، هما هادو شوفوا ليا الشكل ديالهم كيفاش داير، كيجيو زوينين وغزالين. ولابسه لكم البنات هادو اللي كيجيو كخيول كبار وكيجيو على شكل مفتولين وفيهم هاد هابطين منهم هاد الخريشات، كيجيو غزالين في البيصه البنات. صراحه البيصه ديالهم زوينه وعاطيه العين، شي حاجه اللي زوينه. والثمن ديالهم 2700 درهم، 2700 درهم. هما هادو عن قرب شوفوا ليا الشكل ديالهم كيفاش داير، كيجيو غزالين البنات في البيصه، شي حاجه اللي زوينه وعاطيه العين. البنات ما كيطلعوش ليا لي كومونتير ديالكم، ما عرفتش علاش، حاولوا ديروا ليا تعاليق باش هكا نشوف واش المشكل من عندي ولا من لايف. البنات بارطاجيو ليا اللايف، البنات بارطاجيو ليا اللايف، ما تبخلوش عليا البنات من البارطاج باش هكا اللايف يطلع وكلشي يستافد. وانا البنات هادره معاكم حتى انا غنبارطاجي. البنات ما طالعينش ليا لي كومونتير بمره كاع. البنات كلشي بارطاجي، كلشي بارطاجي البنات، كاع دوك الجروبات اللي عندكم خاصكم تبارطاجيو فيهم. وغنكمل ليكم البنات. بالنسبه لايدي لابسه لكم البنات هاد لي كوردون، ما على جبتكم تشكيلات مختلفين، تشكيلات مختلفين. شوفوا ليا كاين هذا ديال الكلاش، هذا اللي كيجي زوين في البيصه شي حاجه غزاله، والثمن ديالو غير 700 درهم، كيجي شي حاجه زوينه وعاطيه العين. وكاين هذا ديال الرادكو، ها هما البنات يلاه بداو كيطلعوا لي لي كومونتير. سلام سلام الغزال اسماء عبدو، سلام حبيبتي مرحبا بك. هذا هدويه ياك، هدويه واقيلا بها ولا حدويه، المهم ما عرفتش حيت الفرونسي. السلام عليكم، السلام، مرحبا بكم البنات كاملين. او بارطاجيو لي اللايف البنات، ما تبخلوش عليا من البارطاج، اي وحده دخلت تبارطاجي لي اللايف وتبارطاجي اللايف مع صحاباتها. نكمل لكم بالنسبه لهاد الكوردوما ديال الرادكو، هذا كيجي غزال في البيصه والثمن ديالو فيفي ذهبي ضحى. سلام راك منوره، شكرا لك حبيبتي عويناتك ام ياسمين وعليكم السلام. تعليقات الحروف، تعليقات الحروف، ما فهمتكش شنو بغيتي تقولي ليا. سلام نور نوره حبيبتي، مرحبا بكم البنات كاملين كاملين، مرحبا بكم. او خليكم معايا نكملوا. بالنسبه لهذا ديال الرادكو حتى هو كيجي زوين، راه فيه الكحل وفيه الاحمر، والثمن ديالو غير 650 درهم. وهذا ديال الكلاش حتى هو فيه الاحمر والكحل. وكاين هذا اللي كيجي هكا على هذا الشكل، هذا سلسله هكا سلسله في سلسله، حتى هو فيه الاحمر والكحل، الثمن ديالو البنات 500 درهم. هذا الثمن ديالو 500 درهم، وهذا الثمن ديالو 650 درهم، وهذا الثمن ديالو 700 درهم. وكاين هذا ديال الجوهر اللي كيجي في الاحمر وفي الاخضر في البوردو، في البوردو، وكاين حتى في الخضيضر هذا
وكاين في البوردو الثمن ديالو 400 درهم. 400 درهم كيجيو غزالين في البيصه صراحه زوين. تبارك الله عليك اختي، شكرا لك اميره صيفي حبيبتي، الله يبارك فيك، انا بارطاجيت لك الله يستر لكم. شكرا لك اسماء عبدو، شكرا لك حبيبتي، تحيه الكوردوما. انا بارت لا باقي لي واحد البنت عافاك وريني شي غريميطاج شكون في في الذهبي ضحى حبيبتي. ها انا موجده، ها انا موجده غريميطات اللي غيتلبسوا ديال ديما شي حاجه استعماليه وديال ديما البنات. خليكم معايا نكمل لكم. وبالنسبه لهذا المارياج اللي انا لابسه كيجي شي حاجه زوينه وسامبل وغزال في البيصه، هذا الثمن ديالو 1700 درهم. البنات هذا الثمن ديالو راه برومو 1700 درهم، كيجي غزال في البيصه. البنات النمره ديالنا راه هي هذيك اللي كاينه تما مكتوبه بالخضر 0680 00 49 77. كتخليو لينا ميساج في النمره ديالنا، ولا كتخليو لينا ميساج في في الميسنجر ديال هاد لاباج اللي دايره منها لايف، اولا كتخليو لينا في الانستغرام فين ما ارتحيتو. البنات مرحبا بكم و الف 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 مرحبا. ونكملوا البنات بالنسبه لهاد المارياج الثمن ديالو 1400 درهم. كملوا دابا ندوزو لهاد الايد. وكاين كاينه البنات هاد الكورميط الغزاله إلهام يحياوي بالمصطفى الزي الله يزين يامك مرحبا بك. ام زينب شكرا لك حبيبتي على الوريدات. البنات شكرا لكم بزاف والله، وما تنساونيش البنات من البارطاج مره بارطاجيو ليا في شي جروب نسيتو ولا شي حاجه. بالنسبه البنات لهاد الكورميط اللي انا لابسه ديال بيستاش تعزي، اهلا مريم جميله تبارك الله عليك، شكرا لك حبيبتي الله يبارك فيك. انا عاقله لك غير بيستاش تعزي ديك عاقله على بالنسبه لهاد الكورميطه البنات، هذه راه كتجي غزاله في البيصه ومضوبله والبيصه ديالها زوينه، ولبستها لكم البنات مع لاباك ديال الراد كل كيجي بحالها. شوفوا ليا كيفاش كيجيو غزالين مع بعضياتهم، كيجيو زوينين. بالنسبه للكورميط راه عندها السنيسله ديال الشوبار، كتسدي في العوينه اللي بغيتي، والثمن ديالها 2200 درهم. 2200 درهم. والخاتم البنات ديال الراد كل كيجي، شوفوا ليا الشكل ديالو كيفاش كيجي صح والعمل البنات، والثمن ديالو 1600 درهم. 1600 درهم. وهذا مارياج اللي كيجي غزال زوين سامبل شي حاجه زوينه وديال ديما، الثمن ديالو 1700 درهم. هذا حتى هو الثمن ديالو برومو، هو وهذا الثمن ديالهم راه برومو البنات. شوفوا لاصق فيا داكشي ديال الورد مفعيل جهاد اختي، واش كتعمرو كتعرفي إلهام يحيوي واش كتعرفنو؟ بغيتي تقولي زعما تدفعي لينا ولا ما نعرف ياك. شوفي إلهام يحيوي غدوزي الواتساب عند البنت سوليها راه زعما واش إلا بقيتي تدفعي لينا بشويه بشويه راه كنديروها ماشي مشكل. بالنسبه للسطوار اللي انا لابسه لكم البنات، شوفوا لي السطوار بعدا كيفاش داير شي حاجه زوينه والجديده البنات، هذا راه جديد جديد عند مجوهره فاشين. شوفوا لي السطوار كيفاش داير، كيجيب سنيسله ديال الشوبار غزال صراحه زوين، والثمن ديالو البنات 3800 درهم. 3800 درهم. شوفوا لي بلاش نوريكم، انا عاجبيني عاجبيني واحد الحجيرات كاينين لي هما هادو صراحه كيجيو غزالين، زايدينو واحد شويه ديال الزين، هو زوين ولكن هما زايدينو شويه ديال الزين. بالنسبه ل شنو الفرق بين ديال 1600 درهم و 750 خاتم رادكو؟ شكون هي ختام بين غنوريك حبيبتي وانت غتشوفي بوحدك الفرق بيناتهم. شوفي هذا 750 درهم، هذا هو ديال 750 درهم، هذا برومو، وهذا هو ديال 1600 درهم. ها كيفاش كيجيو، شفتي الفرق بيناتهم اخي تانيك. هذا سلام الزين كمان نادية، سلام الزين مرحبا بك. هذا هو الفرق بيناتهم، ولكن راه كل واحد ولبستو وكل واحد وكيفاش كيجي صراحه بجوجهم زوينين، غير هو كل واحد كيمشي على جهدو. كاين اللي غيشري غير هذا ديال 750 وكاين اللي غيبغي هذا هو اللي هنا فين بقات. شحال داير الذهب للغرام دابا في الذهبي ضحى حبيبتي؟ اليوم غادي اليوم 620 درهم، 630 يعني باقي ذهب ذيب ما مخدوم ما والو، وعاد كل خدمه وثمنها البنات يعني صدعوني سمحوا لي.
سمحوا لي البنات، بغيت السلسله ديال العين. ام ادم حبيبتي ها هي هي هذه اللي انا لابسه، راها كتجي غزاله في البيصه صراحه، والثمن ديالها غير 1100 درهم. غديري ليها سكرين دابا صوريها ودوزي عند البنت الواتساب 0680 00 49 77، قولي ليها بغيت هاد السلسله هذه وخلي ليها المعلومات ديالك، وغادا توصلك فين ما كنتي. واخا زين شكرا، انا بغيت شي حاجه يوميه خفيفة. وشحال الراد كل غرام ديال اليد حبيبتي؟ الراد ما وجدتهاش عندي اليوم، ولكن دوزي الواتساب والبنت غتقول لك. والراد كل ما تقالت كتحسب لك بثمن قل، كل ما كانت ثقيله كل ما كتحسب لك بثمن قليل. بالنسبه للبنت اللي سولاتني على كريميطات ديال ديما، غادا نوريك الكريميطات اللي كيجيو زوينين صراحه. كاينه هذه صراحة، كاينين كريميطات لي زوينين وأثمنة مختلفين البنات. غدا نوريك كاع الكريميطات لي عندي، وديك الساعة انتيا اختاري لي يعجبك. كاينين المهم هادي البنات ديال الرادكو، راه قلت لكم الثمن ديالها 2200 درهم. أو كاينين هادو، كاينة هادي البنات كتجي على هاد الشكل هذا، هادي الثمن ديالها 2300 درهم. وكاينه هذه اللي الثمن ديالها 1600 درهم، وهذه حتى هي 1600 درهم، هذه 1600 درهم، هذه 1600 درهم. وكاينه هذه ديال الكلاس اللي الثمن ديالها 1500 درهم، وهذه ديال صابلي الثمن ديالها 1500 درهم. يعني هادو بجوج 1500 درهم، وهادو 1600 درهم الوحده البنات، 1600 درهم الوحده، وهذه الثمن ديالها 2300 درهم. كيجيو كريميطات لي زوينين غزالين استعماليين، شي حاجة زوينة وعاطية العين. شوفوا لي الشكل ديالهم كيفاش داير صراحة، كيجيو زوينين. وهذه راه الثمن ديالها 2200 درهم. ديروا البنات أي حاجة عجباتكم كديروا سكرين وكدوزوا عندنا الواتساب ديالنا، كتخليو لينا المعلومات ديالكم، وحنا راه كنديروا التوصيل في المغرب كامل. المحل ديالنا راه كاين في مدينة سطات، ولكن راه كنديروا التوصيل في المغرب كامل. فين ما كنتي في المغرب كتوصلك لا كوموند ديالك، ما عليك غير تواصلي معنا وحنا غنتكلفوا بالباقي. السلام عليكم. ثمن اختي ديال طوينكات المتوسطين، طوينكات واش كتهضري على هادو اللي انا لابسه؟ الا كنتي كتهضري على هادو اللي انا لابسه، الثمن ديالهم 1500 درهم، وهادو يا قلتي لي طوينكات المهم، وهادو الثمن ديالهم 2700 درهم. كيجيو غزالين في البيسه، شي حاجه اللي زوينه وعاطيه العين، وديال ديما صراحه ديال ديما. انا كيعجبني اي حاجه لبستها نبقى لابسه ديما، ما كنبغيش هذيك لبس حط لبس حط لبس حط. البنات بارطاجيو لي اللايف البنات، اي وحده دخلت جديده مرحبا بك، كنقول لك مرحبا بك، ولكن بارطاجي اللايف. واش كاينين كورميطات خريشات حبيبتي؟ كاينين، ولكن انا اليوم نسيت هذه ما وريتهاش لكم. كاينه هذه البنات ديال دك البره الطبوز، الا كنتو عارفينو هذاك دك البره الكبير كتجيب الشوبار. شوفوا لي السلسله ديالها قداش كتجي غزاله في البيسه صراحه. هذه راها كبيره البنات، هاد الكورميط كبيره وزوينه، هذه الثمن ديالها 2700 درهم، 2700 درهم، كتجي غزاله في البيسه. البنات ديروا سكرين اي حاجه عجباتكم، ديروا سكرين ودوزوا عندنا الخاص وما يكون غير خاطركم البنات. هادو هما الكريميطات اللي انا موجده لكم اليوم، المهم 1500 درهم، 1500 درهم، 1600 1600 2300 2200 2700 درهم. ديروا سكرين اي حاجه عجباتكم ومرحبا بكم. سلام انور ويابو، عليكم السلام. فاتشي حبيبتي مساء الخير مساء النور، مرحبا بكم البنات كاملين. الشهب سكينه شكرا، مرحبا بك حبيبتي، مرحبا بكم كاملين البنات. مهم البنات هادو هما الكريميطات اللي انا موجده لكم، كيجيو شي حاجه زوينه وبزاف في البيصه، ما عليكم الا ديروا سكرين وكدوزوا عندنا الواتساب ديالنا ويكون غير خاطركم. وهنا لبست لكم البنات ثلاثه ديال البراسليات اللي كيجيو غزالين، بشحال هذاك المارياج اللي في يدك مالك اسيه؟ الا كنتي كتهضري على هذا، هذا الثمن ديالو 1700 درهم، راه كيجي غزال في البيصه برومو. وكاين حتى هذا سامبل، انا كيعجبني السامبل، هذا الثمن ديالو 1700 حتى هو برومو البنات. هادو بجوج الثمن ديالو 1700 الواحد برومو. بالنسبه لهاد البراسليات البنات اللي انا لابسه لكم، واعي انا عجبوني والله حتى انا عجبوني، ما حسيت براسي تلقيت راسي لبستهم وبغيت نوريهم لكم. حبيبه شحال الثمن ديال لونسومبل ديال الرادكو بلا غورميط؟
حبيبتي انا ما حاسبهش بلا غورميت صراحه، ولكن شوفي غير دوزي الواتساب راه البنت غتقول لك الثمن ديالو بلا غورميت. المهم اي حاجه بغيتيها غتقولها لك ماشي مشكل. الواتساب ديالنا راه هو هذاك اللي كاين تما بالخضر، هذيك النمره اللي كاينه تما 06 80 00 49 77. كمل لكم البنات البراسليت، شوفوا لي شوفوا لي شوفوا من بلاتي بعاده باش يبانوا اكثر. راه ما جاوش قدي، شوفوا الايد ديال هاد البراسلي قداش. المهم ما علينا، شوفوا البنات صراحه هادو ما يمكنش، راه ما يمكنش البنات. شوفوني شوفوني شحال جاوبيني اختي شحال السلسله ديال الرادكو 10 غرام ام تيم وروشان. حبيبتي راه انا محطاش حدايا الرادكواش، ولكن دوزي الواتساب راه البنت غتجاوبك. البنات شوفوا لي البنات هاد البراسليات شحال غزالين، غزاله ما شاء الله. كوكيتا شكرا ليك حبيبتي كوكيتا، راه كنشوفك عندي في فيسبوك صار ما غريبهش عليا. المهم البنات هادو نقول لكم الاشنينه واعي. بالنسبه لهذا راه ميسيكا بعدا دركي تحركوا لي البنات هاد اللعيبات. ميسيكا الثمن ديالو 06 80 00 49 77. ام تيم هذيك هي النمره ديالنا البنات، النمره ديالنا راه هي اللي كتبات هاد البنت في التعليق دابا. سوليتير لي سامبل واعر، سوليتير لي سامبل هذا كتهضر على هذا واعر، هذا واعر واعر حتى هذا راه سامبل غير هذا. المهم هذا داير هذا كيجي غزال في البيسا. تندور على كلشي. بارطاجي ليا كوكيتا، بارطاجي ليا اللايف. اي بنت دخلت جديده دابا كتشوف اللايف بارطاجي ليا وشكرا لك. هادشي اللي غنقول لك البنات بالنسبه لهاد البراسلي ديال ميسيكا الثمن ديالو 6300 درهم، 6300 درهم، ولكن راه كيجي غزال. شوفوا على شكل مرايه وكاين المشارابي يا البنات، شوفوا لي المشارابي كيفاش داير، كيجي غزال في البيصه والثمن ديالو 4800 درهم. انا باقا ما وصلتش تما ولكن صافي ماشي مشكل. اميم ولا خديجه قولي لاميم بالنسبه لهذا المشارب يا البنات الثمن ديالو بالنسبه لهذا الثمن ديالو 4800 درهم، المشارب 4800 درهم. والفان كليف البنات شوفوا لي الفان كليف كيفاش داير، راه ما يمكنش راه ما يمكنش البنات، راه كيجي غزال راه ما يمكنش اصلا. هو شاكر راسو كاع ما يحتاج نهضر. هذا الثمن ديالو 9900 درهم، 9900 درهم، والمشارابي 4800 درهم، وهاد ميسيكا الثمن ديالو 6300 درهم. ولكن شوفوا كيفاش كيجيو مع بعضياتهم، شوفوا كيجيو غزالين صراحه مهيبين. هما شاكرين راسهم ما نحتاجش انا نشكرهم. شوف شوف شوفوا لي البيسه ديالهم كيفاش كتشوف صراحه فنين 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 والله. شوفوا البنات ديروا سكرين، البنات ديروا سكرين 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 سكرين، واخا خدموا بقاو تشوفوا مره مره. واش كتجيك فاشل شي حاجه كتشبهي لها؟ انا ما كتجيني والو، ولكن كنشبه ليها واحد شي وليت خدامه معاهم بزاف. داكشي علاش داكشي علاش حيت بقيت خدمت معاهم بزاف حتى وليت كنشبه لها. المهم حبيبتي راه انا ما كتجيني ما والو، انا غير خدامه معاها وكلشي. شي وحدين كيقولوا لي كتشبهي لها. بالنسبه لهاد الحلقات اللي في ودني الثمن ديالهم 2700 درهم، وهادو الثمن ديالهم 2500 درهم، 1500 درهم. ودابا انا البنات غنوري لكم واحد المارياجات وحدين اخرين. هاد لاباك بالنسبه للاباك اللي انا لابسه ديال رادكو الثمن ديالو 1600 درهم، كيجي غزال في البيصه وشي حاجه اللي صحيحه. شوفوا الشكل ديالو من الداخل كيفاش داير، زوين البنات زوين زوين زوين. دابا غنلبس لكم البنات واحد المارياجات، واحد المارياجات. انا اليوم وليت كنزيد داكشي التغيير والكبير ما عرفتش مالي. شوف 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 ناري، ما يمكنش تقولوا لي هادو لا كدا. شوفوا البنات شوفوا المارياجات كيفاش دايرين، شوفوا 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 الخدمه المتقونه البنات، راه ما يمكنش. بالنسبه لهاد المارياجات اللي انا لابسه البنات كاين هذا، شوفوا لي هذا كيفاش داير. هذا الثمن ديالو 3600 درهم، 3600 درهم. وكاين هذا شوفوا لي السوليتير ديالو كيفاش داير، شوفوا
بالنسبه لهذا الثمن ديالو 4000 درهم البنات. وكاين هذا مريم انا غنقول دابا. وكاين هذا شوفوا لي السوليدير ديالو البنات كيفاش داير. شوف ما يمكنش. هذا الثمن ديالو 4900 درهم، هذا 4900 درهم، وهذا 4000 درهم، وهذا 3600 درهم. 3600 درهم كيجيو غزالي صراحه في البيزا. صراحه حمقتني السلسله ديال العوينه واعره وجات معاك ما شاء الله. شكرا لك حبيبتي والله حتى انا كتعجبني داكشي علاش لبستها لكم اليوم وعجبتني ولبستها لكم داكشي علاش. شي سلسله بالتعليقه في حدود 2000 درهم للاستعمال اليومي. شكرا. 2000 درهم 2000 درهم 2000 درهم 2000 درهم. نشوف راسي اش حاطه صراحه هنايا ما حاطاش 2000 درهم، حاطه كثر وقل. ولكن شوفي غير دوزي الواتساب راه ما يكون غير خاطرك، راه البنت عاد تقولي ليا اي قولي ليها هي غادي تصور لك. ها السناسل موجودين، اي حاجه بغيتيها موجوده. بالنسبه للمارياجات قلت لكم الاشمنه ديالهم. البنت اللي كتسول على الثمن ديال الفان كليف، بالنسبه للفان كليف الثمن ديالو البراسلي الثمن ديالو 9900 درهم 9900 درهم. وكاين هذا ديال المشاربي الثمن ديالو 4800 درهم، وهذا ميسيكا هذا الثمن ديالو 6300 3000 هذا 6300 درهم 6300 درهم. البنات ما تديوش عليا راه شي مرات كنغلط في الاسمين وكنعاود نصححهم. المهم هذا 6300 درهم، انا دابا كنقولها بكامل القوايه العقليه 6300. وهذا ديال المشاربي 4800 درهم، وهذا 9900 درهم. صافي شدوا هاد الاسمين هادو شدوهم ورينا اختي توادي. شكرا لك هي الاولى. دابا بما انك قلتيها واخا انا باقا ما وصلتش لي زونسومبل، ولكن غنوريك واحد لونسومبل توادي كيجي غزال في البيسه صراحه. البيسه ديالو زوينه وعاطي العين شي حاجه هماويه البنات. بلاتي البنات بارطاجيو ليا اللايف البنات، ما تبخلوش عليا من البارطاج. ام مروان كتجيني معطله ما عرفتش علاش. مالك علاش كتجي معطله؟ ماجدة حبيبتي اي حاجه كنوريها لكم في هذا اللايف كتباع الموديل ماشي الجرام. ام مروان بارطاجي ليا اللايف. بالنسبه للبنت اللي باغا تشوف تروادي ام تيم حبيبتي، ها هو اونسومبل ديال طروات دي كيجي غزال شي حاجه هماويه وعاطيه العين. شحال السنيسله ديال العوينه؟ الهام حبيبتي هاد السلسله ديال العوينه الثمن ديالها 1100 درهم كتجي غزاله في الفيسا. ولكن الا بغيتي طويله شويه كالعنيق ديالك عامر وبغيتي طويله كتاخذي اللي زايده عليها شويه في الطول كتجي 1150 درهم، كتجي زايده ب 50 درهم. بالنسبه للطروات دي صراحه غزال شي حاجه زوينه وهماويه. قولي لي بارطاجيو لي اللايف. هذيك راه ما كتخدمش ليكم تما كتخدم غير لهنا ولهنا فقط، لا ما كتخدمش لا كاينه في الكوبر. بالنسبه للطروات ديال البنات الثمن ديالو كامل مكمول كامل مكمول، يعني كورميت حلقات سلسله باد كامل البنات الثمن ديالو 10100 درهم. واش نجي خدت فاتين ولا صاحبتها؟ عشت السؤال البنات كيعجبني ولكن كيضحكني في نفس الوقت. المهم انا غير خدامه معاها وشي واحدين كيقولوا لي واش بنتها. ما يمكنش بنتها، انا راه فاتين راه كبيره عليا بزاف، راه بيناتنا عام بنتها كدارت ليها. المهم انا غير خدامه معاها، انا خدامه معاها البنات. والبنات بارطاجيو ليا اللايف، بارطاجيو غير بارطاجيو ليا، قولوا لي بارطاجيو راه غنوض بريات بارطاجيو لايف مريم يارين اللي شوهتنا. بالنسبه لها نكمل لكم البنات بعدا على هاد لونسومبل. هذا الثمن ديالو كامل مكمول 10100 درهم 10100 درهم. ولكن الا بغيتي السنيسله بوحدها بالتعليقه كتبقى لك ب 3400 درهم. السلسله 3400 درهم راه كتجيب سنيسله ديال الشوبار اللي غليظه كتجي شي حاجه زوينه وعاطيه العين. سنيسله الشوبار السلسله بالتعليقه 3400 درهم. ولا باقا البنات اللي كيجي صراحه غزال حتى هو زوين في البيسه شي حاجه زوينه وعاطيه العين. الثمن ديالو البنات 2100 درهم. وكاينين الحلقات، شوفوا لي الحلقات راه كيجيو غزالين البنات
شوفوا لي الحلقات الثمن ديالهم 1900 درهم، 1900 درهم. واخيرا كاين الكورميت اللي الثمن ديالها 3300 درهم، وهو كامل مقبول الثمن ديالو 10100 درهم. كيجي زوين في البيسه، شي حاجه زوينه وعاطيه العين. البنات اي حاجه وريتها لكم دابا غنلبسها في ستوري، ضروري غندير ستوري وغادي نلبسها باش تشوفوها وهي ملبوسه. انا دابا كنحاول في اللايف كنحاول نبين لكم كلشي، الا جيت نلبس كلشي ما غيقدنيش الوقت. بالنسبه للبلدي، البنت اللي كتسول على البلدي، كاينه هاد السنيسله، هادي كاينه هاد السنيسله. شوفوا واش غتلبس ليا هكا. لا ما غتلبسش. وميمة البنات السطوار غنحيدو دابا. شوفوا لي السطوار الثمن ديالو البنات 3800 درهم، 3800 درهم. كيجي غزال في البيزا صراحة، زوين. السنيسلة ديالو الشوبار والصح والعمل البنات، شي حاجة زوينة وعاطية العين وطويل. بالنسبة للبنات اللي كيديرو الزيت راه طويل في البيزا، أنا معرفتش مالي. بالنسبة للبنات اللي كيديرو الزيت راه زوين، البيزا ديالو زوينة كيبقى باين. أميمة أميمة أميمة، والسنيسلة اللي في عنقي ديال العوينة راه الثمن ديالها 1100 درهم، 1100 درهم. كتجي شي حاجة زوينة وعاطية العين. أميمة عافاك، شكون اللي هنا قريب ليا؟ دابا غتجي أميمة وغنلبس لكم هاد السنيسلة ديال الترواد دي. شوفوا ليا السنيسلة قداش، شوفوا شوفوها كفيها، شوفوا كفيها قداش، شوفوا هي قداش. هذا دليل على انها راه كبيره كبيره، زعما التعليقه راه كبيره بالسنسله ديال الايبي، ماشي الشوبار. السنسله الترواد دي لا، السنسله ديال السولار السطوار وقيلا ما عرفتش اش بغات تقول لي السيله. الشوبار السولار ما فهمتكش. يارا وقيلا، لا ماشي يارا، يارما هي دايره يارما. المهم ما فهمتش حبيبتي التعليق ديالك. امي ما تقدريش ديري ليا اخر لحظه. شوبار السلسله ديال الشوبار مع الترواد دي شحال الثمن بوحدها بلا تعليقه وشكرا. بالنسبه لهاد هاد السلسله بوحدها، عافاك سير سير على عزيزه تحسب ليا غير السلسله خاويه وجيبيها ليا و التعليقه. السلسله خاويه الثمن ديالها. بالنسبه لهاد السلسله البنات شوفوا كيفاش كتجي. شوفوا بما انني لبست لكم البلدي، غنبقى في البلدي وغنلبس لكم واحد البنات. ديروا سكرين هاد البراسليات حيت صافي غنحيدهم. ديروا سكرين البنات، سكرين. كولي بنتي، كولي بنتي غزلان حبيبتي، ما عرفتش انا كوليك تهضري عليه. البنات بارطاجيو لي اللايف، شكون بخلتو عليا مابقيتوش اش كتبارطاجيو، شكون تقرمتو عليا زعما كيفاش. المهم البنات راه كنضحك معاكم، لا تقلقوا ولا شي حاجه، والله شي كنضحك معاكم. المهم البنات بارطاجيتو ليا شكرا، ما بارطاجيتوش ليا هي شكرا، ولكن لا بارطاجيو ليا. المهم البنات هادو غنحيدهم. الثمن ديالهم البنات راه قلتهم لكم 9900 درهم. المشاربي الثمن ديالو 4800 درهم، وميسيكا الثمن ديالو 6300 درهم. كيجيو غزالين في البيسه صراحه. دابا البنات غنحيدهم وغنلبس لكم واحد البراسلي، براسلي ديال بلدي البنات، براسلي بلدي. بالنسبه للمحل ديالنا البنات راه كاين في مدينه 16، وكنديروا التوصيل في المغرب كامل في فابور. فين ما كنتي في المغرب كتوصلك لا كوموند ديالك، مالك الا تخلي لينا المعلومات ديالك وحنا غنتكلفوا بالباقي. شوفوا البنات غنلبس لكم واحد النباله براسلي بلدي واعره البنات. شوفوا 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 لي راه مضوبل البنات، خطير ما يمكنش، خطير خطير. كيجي غزال ما يمكنش البنات هاد البراسلي باله ولا براسلي. المهم السلام عليكم ابنتي الدرافاش فاطمه بقالي، وعليكم السلام حبيبتي مرحبا بك. بالنسبه لهاد البراسلي قول لها 80. بالنسبه لهاد البراسلي شوفوا 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 كيفاش داير واعر. شوفوا البلدي كيفاش كيجي، حتى هو زوين صراحه في البيسه. بالنسبه لهاد البراسلي هذا الثمن ديالو 11800 درهم، 11800 درهم، اللي هي 1800 هي 1,136,000. ناري بغيت نقول لكم بالريال، انا عارفه راسي انا والريال ما نتفقوش، غنقول لكم بالريال غنتلف الحساب، خليوني بالدرهم.
ما شاء الله عليك شرينا من عندهم تعامل مزيان. نادية حسنة مرحبا بك حبيبتي في اي وقت في اي وقت مع حالك هذا الله يودي. المهم البنات مش قاوش تقولي لي قولي بالريال، غنقول لكم بالدرهم صافي. نتوما مالكم هاد داكشي اللي غنقولوا بالدرهم، غتمشيو ديروه في كالكيل وغضربوا على 20 درهم غيعطيكم الحساب هو هذا. والله ندير دابا باش نشوف راسي واش هاد الشيء اللي كنقول لكم صحيح ولا داويه من فراغ. بلاتي ماشي مستبلاش تشوفي. المهم ما علينا البنات، انا دابا نقول لكم واش هادشي صحيح ولا ما صحيحش. هي هذيك مليون و136، مليون و136 الف ريال. هذه مليون و136 الف ريال اللي هي 11800 درهم، كيجي غزال في البيصه. اما بالنسبه للسلسله اللي انا لابسه، هاد السلسله هذه ديال الحضور اللي كتجي غزاله في البيصه، الثمن ديالها غنقول لكم دابا الثمن ديالها 11100 درهم. لا ماشي 100 درهم، 11000 درهم، 11000 درهم اللي هي مليون وعشرين الف ريال. مليون وعشرين الف ريال البنات، كتجي غزاله في البيصه. شوفوا لي السنيسله كيفاش دايره، شي حاجه اللي زوينه. وكاينه حتى هذه اللي صغيره بالسنيسله ديال الكورمي، شوفوا لي الشكل ديالها كيفاش داير، كتجي حتى هي زوينه. بالنسبه لي وكيبغي شي حاجه هكا كبيره وكيبغي هكا سنيسله صغيره، بالنسبه لهذه الثمن ديالها 5100 درهم اللي هي 100000 و2000 ريال. 2000 ريال عقلت 100000 و2000 ريال صراحه بالريال والله حتى صعيبه، والله بالريال صعيبه صراحه. الدرهم حسن، ما عمرني كنت كنقول راه الريال صعيب باش نبقى نشرح بالريال، والله كانت كتجيني الدرهم صعيبه بس على الدرهم صافقاش ضريفه. المهم بالنسبه لهذه الثمن ديالها 5100 درهم، كتجي غزاله شي في البيصه بالسنيسله ديال الكورمي. وهذه السنيسله ديال الايبي اللي كتجي كبيره البنات، هذه راه سنيسله مقدره. شوفوا لي البوندونشيف كيفاش داير، شوفوا لي عن قرب الشكل ديالو كيفاش داير. الثمن ديالو 11000 درهم، الثمن ديال السلسله كامله بالتعليقه 11000 درهم. وبالنسبه للبنت اللي سولاتني على الشوبار خاويه ما عقلتش على سميتها، هذه بالنسبه ل هاو نبداو عاوتاني. بشرى، بشرى يا ربي. بالنسبه لهذه السنيسله خاويه ديال الشوبار كتجي هكا خاويه، شوفوا لي كيفاش دايره. هذه الثمن ديالها 2400 درهم خاويه، 2400 درهم راه كتجي شي زوينه، ولكن صراحه ملي كتكون فيها شي تعليقه كتكون زوينه اكثر وكتبان، يعني كتبان سلسله عاطيه العين، سلسله ماويه صراحه والله. شوف وهي من الاحسن انك تشري سلسله بالتعليقه احسن من انك تشريها خاويه والله. المهم البنات كتجي زوينه في البيصه حتى هي البنات. وبالنسبه للبنات اليوم بديت لكم بالثقيل ونسيت داك الشيء الاخر الزوين الخفيف. بالنسبه للسنيسلات ديال ايه الكرسي ارخص راه كراجية الرحمن، شوفي نقول لك ارخص راه تكون شحال فيها من غرام، 7 غرام هذا هو 7 غرام. اما الا هبطات على 7 غرام راه ما غتبقاش راه تكون، غتولي غير سلسله ديال الكورمي بحال هاد السلسله هذه اللي فيها هاد التعليق. هي 7 غرام وراها رقيقه صراحه، راه تكون هي 9 غرام والفوق باش تبان شويه. وعاوتاني كل واحد كيمشي على جهده. البنات بارطاجيو لي اللايف البنات، باش مخلوش ليا من البارطاج، راه كنسى ما كنقولهاش ليكم. المهم الواتساب ديالنا البنات راه هو 086-00-49-77، كتخليو لينا ميساج في الواتساب ديالنا اولا كدوزو عندنا الميساجه ديال هاد لاباج اللي دايرين منها لايف، اولا كدوزو عندنا الانستغرام ديالنا. فين مرتاحيتو مرحبا بكم و الف 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 مرحبا البنات. نتوما غندوزو عندنا، خليو لينا الارتيكل اللي عجبكم صوروه، كديرو سكرين كتصوروه كدوزو عندنا الواتساب وحنا كنتكلفوا بالباقي. هذيك السلسله الشوبار بالتعليقات ترواديش بشحال بالنسبه لهاد السلسله الشوبار اللي انا وريت لكم دابا، هذه بعامره هذه الثمن ديالها 3400 درهم، 3400 درهم. الا كان شي واحد سمعني قلت 2400 لا راها السلسله خاويه، السلسله خاويه يعني هذه خاويه 2400 درهم. اما بالتعليقه، بالتعليقه الثمن ديالها 3400 درهم، 3400 درهم البنات نصاب التعليق بالتعليقه. خاتم انا نصيحه فيك شيماء حبيبتي ما حطاش عندي دابا الخاتم، ولكن غير دوزي الواتساب راه البنت غتصيفطو لك. نكمل لكم
بالنسبه لهاد السلسله ديال ايات الكرسي البنات كيجيو هكا شي حاجه اللي زوينه وخفيفه، ما عرفتش خابلتهم واقعي، ماشي خابلتهم، هادي خاصها تخرج من هنايا وترجع ليش باش يلا كانوا مقادين رونتو من راسي. صافي دابا غادي ندير بحال هكا ونوريكم، غير شغل لي نقطره باش شي مرات كيتحمسوا شويه وكيزيدوا في الصوت. ها انتم البنات، ها البنات بارطاجيو لي اللايف البنات، غتقلقوني. كمل كمل لي. بالنسبه للسنيسلات البنات ديال ايه الكرسي كيجيو مختلفين، كاينه هذه اوفال وكاينه هذه مربعة وهذه مستطيل، هذه مستطيل وهذه مربعة وهذه اوفال، كيجيو غزالين في البيزه شي حاجه اللي زوينه، والبيزه ديالهم كتجي كيوت البنات والله. بالنسبه لهذه الثمن ديالها 1000 درهم، هاد الاوفال الثمن ديالها 1000 درهم. ميري مريم حبيبتي اليوم ذهب 620 درهم حتى 630، باقي ذهب ذيب ما مخدومش، عاد كل خدمه وثمنها. بالنسبه لهاد الاوفال الثمن ديالها 1000 درهم، وهاد المربعه الثمن ديالها 1100 درهم، وكاينه هذه المستطيله الثمن ديالها 1200 درهم، 1200 درهم. اسراء دعاء حبيبتي اللي في عنقي والسلسله، المهم اللي في عنقي بالنسبه للسلسله ديال الحضور هذه الثمن ديالها 11000 درهم، كتجي زوينه. شوفوا شوفوا كيفاش كتبان هايبه، تكوني الشعراضه وتلبسي بحال هذه راه ما يمكنش، لا راه ما يمكنش والله. انا ما عرفتش كي غدا اشرف داودي، انا ام اشرف، مرحبا بك ام اشرف مرحبا. بالنسبه لهذه شوفوا لي البيسه ديالها كيفاش دايره، زوينه ومهيبه وعاطيه العين، والثمن امينه ام اشرف شكرا لك حبيبتي، الثمن ديالها 11000 درهم. وكاينه هاد السنيسله هذه ديال العوينه، شوفوا لي البيسه ديالها كيفاش كتجي، كتجي غزاله، الثمن ديالها 1100 درهم، 1100 درهم. امه هي باغي دوزي عندنا الواتساب، صيفطي ليها الموديل اللي انت باغا ديال الا براسي باغا، وهي غد وقولي ليها القياس اللي انتيا باغا، وديك الساعه راه هي غتصيفط لك القياس، وكاع الا ما عرفتيش كيفاش تصوري ليها القياس راه هي غتوريك الطريقه. شوفوا حنا غتوحلوش معانا البنات، نتوما غير دوزوا الواتساب والباقي علينا. بالنسبه للواتساب ديالنا راه هو هذاك، ام هبه حبيبتي انا جاوبتك دابا صافا بي سي ان، المهم علينا ديك شي كنيه مختصره. دوز يا حبيب البراسلي ديال الكلو كاين 2200 درهم، وكاين 3400 درهم. مهم البنات نكملوا. بالنسبه السنيسله انا قلت جاوبتكم ما شاء الله عليكم، شكرا لك حبيبتي ام اشرف. نكمل لكم فين كنت. ايوا البنات هذا راه لونسومبل ديال عزيزه، راكم عارفين هاد السلسلة ديال عزيزة، ميمكنش البنات السلسلة اللي كتجي غزالة في البيزا هادي راه ميمكنش والله، سلسلة غزالة، كاينة حتى الكورميت ديالها، شوفوا لي الكورميت، وكاينين الحلقات. بالنسبة للسلسلة الثمن ديالها 1100 درهم، 1100 درهم كتجي غزالة في البيزا، وكاينين الحلقات اللي الثمن ديالهم 900 درهم، وكاين الكورميت اللي الثمن ديالها 800 درهم. كيجيو شي حاجه غزاله غزاله. الواتساب ام هبه الواتساب ديالنا هو هذاك اللي كاين تما بالخضر، ها هو هذا هو الواتساب ديالنا، 06 80 00 49 77، هذا هو الواتساب ديالنا. اولا يمكن لك تخلي ميساج في الميسنجر ديال هاد لاباج اللي انا دايره منها لايف، اولا كدوزي عندنا الانستغرام ديالنا. فين ما تحيتو البنات فين ما تحيتو مرحبا بكم، راه كنديرو التوصيل فابور في المغرب كامل، فين ما كنتي في المغرب كتوصلك لا كوموند ديالك. نكملو البنات، بالنسبه لهذا السنيسله ديال عزيزه ودابا راه لونسومبل كامل، كاينه السنيسله ب 1100 درهم، الحلقه 900 درهم، والكورمي الثمن ديالها 800 درهم. ديرو سكرين ودوزو عندنا الخاص البنات وما يكون غير خاطركم. اوكي لونسومبل ديال الرادكو بشحال براسلي مشربين الله يحفظك. سميرة حبيبتي البراسلي مشربين الثمن ديالو 4800 درهم، 4800 درهم هو هذا اللي انا كنت لابسه. راجية الرحمن هذه ايسونس الغوز
حيت هي فيها الالوان. مهم الغوز. بالنسبه للبراسلي البنت اللي كتسول على البراسلي مشرابي هو هذا، الثمن ديالو 4800 درهم، 4800 درهم كيجيو غزالين في البيسه صراحه واعر. اذا خشي بغيت كلو الثمن. زين زينب حبيبتي كاين كلو 3200 درهم وكاين كلو بلاش. اميمه انا ليا جوج براسليات ديال الكلو، واحد فيه الحجر وواحد ساند. انا هكا كنوريكم باش صافي ما نبقاش نشرح بفمي. معليه اميمه حبيبتي راه انا ما حاطاش حدايا الرادكو، دوزي عندنا الواتساب. ما عرفتش علاش الرادكو كنسيها ما كنوجدهاش، ما عرفتش علاش والله. واحد فيه الحجر وواحد عادي. لا لا خلي ميها نوريهم ليها غير حجمها كبار. بالنسبه لونسومبل ديال الرادكو البنات هذا راكم عارفين، وتا هو ما كاينش اللي ما عارفوش. هذا الثمن ديالو كامل مكمول البنات 4300 درهم. خصكم بحال هكا هنا في هاد البلايصه، خصكم بحال هكا باش ميعواج ما تلعب حيت كيبقى بقى خاوي ولا شي حاجه، وتقدر تقصحي انت في يديك تقدري خصكم شاد بلاصتو. المهم البنات بالنسبه لونسومبل الثمن ديالو 4300 درهم، 4300 درهم. بالنسبه للسلسله البنات شوفوا لي السلسله كيفاش كتجي غزاله، الثمن ديالها البنات 1050 درهم. السلسله التليقه الثمن ديالها 1050 درهم. والحلقات البنات بالنسبه ل اميمه اميمه اجي غنلبسو ليكم البنات هاد لونسومبل. واجل باش هذا باش تدي لي باش تدي لي السلسله. بالنسبه لبنات هاد لونسومبل هذا غنلبسو صراحه زوينه عجبني. البنات ديروا سكرين اي حاجه عجبتكم البنات ديروا سكرين ودوزوا عندنا الواتساب ديالنا وما يكون غير خاطركم البنات. اوبس ما عرفتش هادي والله هادي لي هادي ديال الراديو ما عرفتش علاش نسيت والله وحق الله هادي نسيت حيتاش كدروا عليا الاسمين وبزاف ديال فهمتي هاد الكورمي كتدي لي حتى السلسله البنات السلسله ديال العين صافي غنحيدها. فاطمه الزهراء محمد دوزي الواتساب حيت انا ما موجدهاش عندي، دوزي الواتساب وقولي للبنت بغيت السلسله ديال الكلوي غتوريك الموديلات اللي كاينين عندنا. وديك الساعه حيدين ديك الساعه اللي عجبك مرحبا بك البنات. بالنسبه للونسومبل ديال الرادكو غنلبسو لكم دابا 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 حيدين كنت نشرح كاسكا كاع والله حيت ملي وصلت ليهم ويلي مابقاش كندور في راسي وهانو ما تفكرتش. ممكن تلبسي السلسلة ديال عزيزة، غنلبس السلسلة ديال عزيزة. حيدي لي هاد العين. سير سير عاد عزيزة سير سير عاد عاد عزيزة سير عاد عزيزة واش كتجبرك؟ وسير عاد عزيزة واه يا ربي واه يا ربي. غنلبس السلسله ديال عزيزه ملي غنحيد هاد لونسومبل غنلبس السلسله ديال عزيزه. عافاك بين ما سديتي لي السلسله نقول لهم على هاد الكلاش باش ما ننساهاش. بالنسبه للبنات هاد السلسله ديال الكلاش ماشي شفت الثمن كاتبه انا مشيت هو نسي وحق الله البنات كنسى والله اه والله شي كنسى بلاتي نحيدوا ليها هادي باش تبان صباعي صغار كلبستني الخنزير. بالنسبه للسلسله البنات ديال الكلاش بالشوبه
أسطور أسطور فاطمة حبيبتي رادكو راه ما حطاهاش عندي. لا اللي كنتي كتهضري على السنسلة رادكو راني نسيت ما وجدتهاش، ولكن دوزي للواتساب قولي البنت الكرامة اللي انتي باغا وراه غتصيفط لك. بالنسبة لهذه ديال هذه بوحدة 3000 السنسلة بوحدة 3040. بالنسبة للسنسلة ديال الكلاش البنات بقى حدايا بلاتي ربما نحتاج. بالنسبة للسنسلة ديال الكلاش البنات اللي كتجي غزالة شوفوا قداش كتجي، هادي الثمن ديالها 3300 درهم، راها كتجي طويله والسنيسله ديالها راها سنيسله شوبار، الثمن ديالها 3300 درهم 3300 درهم. ديروا سكرين البنات اي حاجه عجبتكم ودوزوا عندنا الخاص ديالنا، راه ما يكون غير خاطركم. الواتساب ديالنا راه هو 0680 00 49 77. بالنسبه للانسامبل البنات ها انا لبستو، شحال الحلقات خرجت لي لابسه هاد الحلقات البنات لي انا لابسه ليكم، الثمن ديالهم 2700 درهم. ها كيفاش كيجي وراه كبارين وزوينين صراحه. بالنسبه للانسومبل ديال الرادكو الثمن ديالو كامل مكمول 4300 درهم، كنت غنقول 3400 درهم اربع البنات. انا اي ثمن قلتو قلبولي الارقام. لا البنات لا غنضحك معاكم، شوفوا هذا الثمن ديالو 4080300 درهم 86000 يا رخيص 86000 جاتني رخيصه الصراحه. المهم البنات 4300 درهم مالك 4300 درهم 86000 بالريال 4300 هي ديك 86 86 ناري كانت غدوخني ناري وانا الريال واحله فيه ويبغى تدوخ. المهم البنات شوفوا لي السنيسله كيفاش كتجي صراحه كيجي زوينه البنات، استعمالي ديال ديما. بالنسبه للسنيسله بالتعليقات الثمن ديالها 1050 درهم، والحلقات البنات شوفوا لي الحلقات كيفاش كيجيو الثمن ديالهم 1700 درهم. الخاتم البنات شوفوا لي الخاتم ديالو كيفاش داير، الثمن ديالو 750 درهم. والكورميط البنات كتجي بهاد السنيسله كتسدي في العوينه اللي بغيتي، الثمن ديالها 1700 درهم. كيجي غزال في البيسه صراحه، كامل مكمول زوين وعاطي العين. بالنسبه هذا باغا نلبس لبسو في ستوري صافي مع الدين ديال انا رابيني بس لبسو في ستوري هاد لونسومبل البنات اللي غنوريكم راه ما يمكنش. عجبني البنات هذا، شوفوا لي البنات السنسلة كيفاش دايره، بحال من هنا بحال من هنا واعر. الخاتم الحلقات البنات شوفوا لي شوفوا لي لونسومبل البنات. بارطاجيو اللايف، انا كنسى ما كنقولش ليكم ولكن نتوما بارطاجيو اللايف. المهم علينا لونسومبل البنات ديال الفانكليف كيجي غزال غزال في البيسه، هذا راه واعر ما يمكنش. الثمن ديالو كامل مكمول البنات 8200 درهم 8200 درهم، كيجي غزال في البيسه. بالنسبه للسنيسله بالتعليقه درناها مع السنيسله ديال الشوبار، شوفوا ليا كيفاش جات معها غزاله. الثمن ديالها 3100 درهم 3100 درهم. كاينين الحلقات البنات شوفوا ليا الحلقات، الثمن ديالهم البنات 3000 درهم كيجيو غزالين. وكاين الخاتم اللي الثمن ديالو 2400 درهم، ولكن كامل مكمول الثمن ديالو 8200 درهم اللي هي 164000 كيجي واعر صراحه. اونسومبل اللي زوين عزيزه عزيزه. وبعدا انا هاد السميه اللي دايره راه ما فهمتهاش، واش جيني كاتباها بشي لغه اللي ما عرفتش. واخيرا كاين هذا كاين هاد لونسومبل البنات ديال الكلاش، حتى هو هذا راه معروف راه ما يمكنش راه ما يمكنش البنات هاد لونسومبل هذا ما يمكنش ماتوا عليه البنات صراحه والله غزال غزال غزال. الثمن ديالو كامل مكمول البنات 4100 درهم 4100 درهم. كاين الكورميط البنات اللي كتجي على هاد الشكل هذا، الثمن ديالها 1600 درهم 1600 درهم. علاش غندير لكم واحد غندير لكم الاثمنه في الشكل، غندير لكم اثمنه من الكبير حتى للصغير. كاينين لها لاباك البنات شوفوا لي لاباك، بالنسبه لاباك الثمن ديالو 700 درهم 700 درهم. والسنيسله الثمن ديالها غير 1000 درهم البنات، السنيسله راكم عارفينها بطبيعه الحال الثمن ديالها 1000 درهم. والحلقات البنات اللي الثمن ديالهم 1200 درهم. واخيرا الكورميط الثمن ديالها 1600 درهم كيجيو غزالين. عافاك سدي لي واحد، عيط على شي وحده تسد لي واحد السنيسله. واش زيد لكم الموسيقى زعما خرجتش على قياس سيني فين غنقرا؟ الصبر اصبر سهام غادي تكلم سهام سهام حيد هذه حيدي لي هذيك، واحد البنت بغات تشوف هذه من البوصه.
بلا دفار بلا والو مكنعرفش نسيب. ها هي السنيسله ديال عزيزه، البنت اللي كتسول على السنيسله ديال عزيزه. ها هي شوفوا كيفاش كتجي صراحه. فاطمه الزهراء واش بغيتي تقولي لي غورمي ديال الكلاش؟ الا كنتي كتهضري على الغورمي ديال الكلاش راه الثمن ديالها 1600 درهم، 1600. بالنسبه لهاد السنيسله ديال عزيزه البنات، ها انا لبستها ويلي هادشي الشوطه مزيره عليا. هادي اللي دايره الثمن ديالها 1100 درهم، 1100 درهم. ديروا سكرين ودوزوا عندنا الواتساب وقولوا لهم بغينا السنيسله ديال عزيزه، راها معروفه والثمن ديالها غير 1100 درهم. الواتساب ديالنا هو 0680004977. كتخليو لينا ميساج في الواتساب اولا في الميسنجر، او الميسنجر ديال هاد لاباج اللي دايره منها لايف، اولا كدوزوا عندنا الانستغرام ديالنا فين مرتاحيتو مرحبا بكم. وبالنسبه للبنت اللي كانت كتسولني على البراسليات ديال الكلو، كاين هذا الثمن ديالو 3200 درهم، وكاين هذا اللي فيه حجيرات الثمن ديالو 3400 درهم. شوف بغيت نوريكم، بغيت نوريكم واحد الحجيرات، ما عرفتش واش باينين ولا لا. شوفوا باينين دابا. شو كاين هذا اللي فيه حجيرات الثمن ديالو 3400 درهم، وهذا الثمن ديالو 3200 درهم. واي حاجه البنات بغيتوها مرحبا بكم، وعلى الراس والعين ما عليكم الا تخليو لينا المعلومات ديالكم وكدوزوا، اولا تخليو لينا المعلومات ديالكم وكدوزوا عندنا الواتساب، وحنا راه كنتكلفوا بالباقي. كنديروا التوصيل في المغرب كامل، فابور فين ما كنتي في المغرب كتوصلك لا كوموند ديالك من طنجة حتى للكويره. سميتي فايزه، شكرا بزاف. واش كاين اللي طول من هادي اللي لبستي ولا غير هادي؟ متشرفينا فايزه حبيبتي. بالنسبه لهادي كاينه هاد القصيره وكاينه الطويله، الا بغيتي الطويله ديالها كتكون زايده عليها ب 50 درهم، يعني دابا هادي ب 1100 درهم، والا بغيتي الطويله يعني هادي فيها 39 سنتيم والطويله فيها 45 سنتيم، 45 سنتيم كدير 1150 درهم، و 39 كدير 1100 درهم. هذا مكان البنات، ما تخيطش بكم وتسناوني في اللايف الماجي ان شاء الله اللي غيكون الاثنين الجاي. وهذا هو، تهلاو في راسكم البنات، خليت لكم راحه.